أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال الأخ أبو يوسف من الخبر. مرحبا أبو يوسف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا شيخ عبد الكريم، حياكم الله شيخ. والله شيخ صالح أحبكم في الله، الله يحفظكم. عندي سؤالين الله يعافيك. تفضل ارفع صوتك أبو يوسف شوي. السؤال الأول، ما حكم استحضار النية قبل الصلاة وقبل الوضوء؟ حكمها وكيفيتها؟ السؤال الثاني، لحظة، استحضار النية قبل الوضوء شيخ، ما حكم الاختلاف في نية الإمام والمأموم في الجماعة؟ نعم، شكرا. النية لا بد منها، النية لا بد منها للأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من شرط صحة الصلاة وصحة الصيام والعبادات والوضوء، من شرط ذلك النية، فإذا لم ينوي فإنها لا تصح عبادته. والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها بلسانه، ووقتها عند إرادة الدخول في العبادة، وقتها عند إرادة الدخول في العبادة. فإذا أراد أن يتوضأ فإنه ينوي، إذا أراد أن يصلي فإنه ينوي، إذا أراد أن يصوم فإنه ينوي، وهكذا. نعم.